مسيرتي إذا كانت الأكاديمية أو كانت العملية، فهي الحقيقة ماشية وفق منهجية أنا باعتقادي هي واضحة، على الأقل هي واضحة عندي. هذه المنهجية هي منهجية انطلاقي من منطلق الإسلام كمشروع إصلاحي. فمن هذا المنطلق القرارات التي اتخذتها في كافة المسائل، من الاختيار الأكاديمي التخصص، يعني كانت الحسبة لما أجي أحسبها ليس فقط الحسبة المادية، ليس فقط حسبة مثلا التكاليف الوقتية والجهد، وإن كانت هذه طبعا حسابات مهمة، لكن الحقيقة الذي كان يهمني هو أنه كم هي تدفعني في هذا المشروع تحديدا، مشروع الحياة الذي هو فيه نشر لقيم الإسلام، لمبادئ الإسلام، الترويج لفكرة الإصلاح الجذري. أنا ولدت في يوم 9/9/1968، ولدت في مدينة بغداد عاصمة العراق، وولدت في مستشفى اليرموك، فأنا الابن الثاني، وثم جاء من بعدي 3 أخوات. هذه الصورة هي التقطت بعد مولدي بربما شهر، بجانبي أيضا أخي ليث، والذي يظهر في الصورة الذي يحملني هو والدي، هو مواليد 39، معناته كان عمره 29 سنة حينما ولدت أنا. ووالدي انتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين أول ما تقريبا من أوائل من انتمى لهم، حينما وصلت فكرة الإخوان المسلمين إلى العراق على يد الشيخان الشيخ أمجد الزهاوي والشيخ محمد محمود الصواف. ولذلك احنا الأسرة بشكل عام من طرف الوالد ومن طرف الوالدة هي أسرة ليست فقط متدينة بمعنى الشعائر والصلوات وغيرها، إنما فكرا ومسلكا وتوجها ومشروعا. يعني هو الحقيقة أنا ترعرعت في أسرة تحمل مشروع. الوالد كونه كان إسلامي، هذا أمر كان مخالفا لنهج النظام البعث الذي هو كان علمانيا قوميا متطرفا، وزد على ذلك أن الوالد كان تكريتي، وتكريت كانت مسقط رأس، حقيقة مسقط رأس فكرة البعث أو نظام البعث. بعض أصدقائي الذين أعرفهم من البعثيين نصحوني بأن أغادر، قالوا أما أن تصير بعثيا فتكون في موقع متميز، أو أن تغادر حتى لا تحرجنا لأننا نحبك ولا نريد أن نؤذيك. فغادر لوحده وعلى حين، يعني بشكل غير مرتب وغير منظم، ووصل إلى لندن. هذا كان تقريبا في صيف عام 1972. بقينا في بغداد ونرتب الأمور كي نلتحق بالوالد، وفعلا التحقنا بالوالد في تقريبا نهاية عام 1972. هذه الصورة يعني ربما الذكريات الآن أصبحت أوضح. هذه الصورة التقطت في لندن في الروضة التي دخلتها وأنا عمري 4 سنوات. يعني عشنا في بيت في منطقة من ضواحي نيوكاسل اسمها نورث شيلدز، وكانت المدرسة على مقربة من عندنا، نمشي لها يعني في غضون دقائق. الجميع أبيض ناصع البياض، شقر عيونهم زرق، وإحنا الوحيدين، كنا أنا وأختي الأصغر مني رغد الوحيدين اللي أسماءنا غير أشكالنا غير. فأذكر أنه في هذه المدرسة وأنا بديت أعي، يعني عمري بين 8 سنوات إلى 9 سنوات 10 سنوات، أنه حقيقة كنت أتعرض للتنمر. الوالد لما جاء على أمل أنه فترة معينة ثم يعود، وكان خلالها انخرط في الدراسة في التخصص في مجال الأشعة التشخيصية، ولكنه كان يؤمل نفسه بأنه
يعني كم شهر وتتصلح الأمور ونرجع للعراق. حتى أصبحت هي نكتة بيني وبين يعني إخوتي، في يعني كل ما مثلا نعرض على الوالد أنه والله مثلا في كنب خرب ولا السيارة تعطلت ولا كذا، أنه نحتاج إلى شيء، يقول السنة الجاية وإحنا بالعراق، السنة الجاية وإحنا بالعراق. حتى أصبحت نكتة أنه مو إحنا السنة الجاية بالعراق. الوالد وصل إلى مرحلة كان يستحق أنه يطلب فيها أو يتقدم للجنسية البريطانية، لكن رفض، قال لا يمكن، لا يمكن لاعتبارين. تخيل، الاعتبار الأول أنا ما عايز أستقر، أنا بالعكس أنا عايز أخرج من هذا البلد وأعود إلى بلد مسلم، هذه واحدة. المسألة الثانية كان، وهذه أحيانا يعني نمزح مع الوالد، كان يقول أنا عراقي كيف أتنازل يعني وأخذ جنسية بريطانية. كنت مصر على أن أغادر، لأني كنت حريص على أن أولادي لا أريدهم أن ينسوا العربية وينسوا البيئة الشرقية في هذا الجو، فكنت حريص جدا على أن أذهب إلى العراق. فلما يعني وجدت أن الجو العراقي لا يصلح لي في ذلك الوقت، قررت أن أذهب إلى مكان آخر، فكان الخيار هو الإمارات العربية المتحدة وأبو ظبي بالذات، حيث كان لديهم مستشفى جديد وأرادوا أن أؤسس لهم قسم أشعة، فذهبت إلى هناك. هذه الصورة التالية هي صورة مع الوالدة الله يحفظها، وفي السيارة الأمريكية أظن كانت دوج أو بويك، هاي من السيارات الكبيرة مثل الصندوق في أبو ظبي، وكنا هنا على ساحل البحر، كنا هنا على ساحل البحر، والوالد كان يعشق البحر. أنا بقيت في أبو ظبي من سنة 78 إلى عام 1985. ففي بريطانيا وصلت عام 1985، وجئت إلى بريطانيا والحقيقة يعني واجهتني إشكالية. أنا بدأت في الدراسة لكن واجهتني إشكالية صحية، حيث اكتشف عندي هوتشكينز ديزيز وهو مرض سرطاني، عفواً الله وإياكم. هذا الكلام أنا كنت في بريطانيا وكنت بوحدي وكان عمري 17 سنة، وقررت أن لا أخبر لا الوالد ولا الوالدة، يعني هذه ربما من التجارب، بفضل الله سبحانه وتعالى شفيت يعني الحمد لله. في عام 1988 وأنا مقبل على الجامعة تأسست كلية عجمان للعلوم والتكنولوجيا التي أصبحت بعد ذلك اسمها جامعة عجمان. الحقيقة كانت فرصة، فانتقلت عام 1988 إلى عجمان لأنخرط في دراسة الترجمة والترجمة الفورية، وأنا كنت أول دفعة تخرجت بشهادة البكالوريوس عام 1992 وحصلت على الشهادة بالامتياز. ثم عدت بعدها لدراسة الماجستير في أدنبرا في اسكتلندا في المملكة المتحدة. أصبحت مترجما لدى الوحدة الأوروبية، أصبحت مترجما لدى يعني لدى الجامعة العربية في فترة ما، أصبحت مترجما لدى الأمم المتحدة والوكالات والمؤسسات الكثيرة المنبثقة من عندها. في بريطانيا أنا واحد من حوالي 7 أو 8 فقط المكلفين بالترجمة مثلا أو المرشحين للترجمة لدى الدوائر الملكية. يعني هذه الفترة أنا شغفي بالإعلام زاد واتقد، لأنه كانت هناك ظاهرة جديدة حصلت في قضية الحرب التي أخرجت العراق من الكويت، الحرب الأمريكية. حصلت حاجة جديدة وهي ظاهرة CNN، وهي قضية أنه اللقطة المباشرة. فلأول مرة نرى الصاروخ وهو ينطلق من الفوهة، ونراه وهو يسقط ويهدم البيت والبناية ويقتل الناس لأول مرة. كانت الحقيقة شعرت أنا آنذاك بأنه هناك تحول كبير حصل، وهذه التحولات يعني ستعقبها تحولات كبيرة لم نكن نتخيل الذي حصل الحقيقة والحجم الذي حصل. لكن أنا بالنسبة لي كانت انعطافة وكانت نوع من الإذكاء لهذا الشغف بجانب الإعلام. النشاط السياسي بدأ مبكر، بس بدأ عندي وأنا عمري 16 سنة في الكلية التي كنت فيها في بريطانيا في
في عام 85 وشاركت لأول مرة في حملة لمناصرة جنوب أفريقيا ضد نظام الفصل العنصري، وبدأت أتعلم كيف يمكن تنظيم حملة سياسية، حملة شعبية لأجل التظاهر. فهمت ما هو الفرق بين المظاهرة وبين مثلا الاعتصام. بعد ذلك طبعا كثرت القضايا، يعني كانت وراها قصة، احنا في بريطانيا كانت قصة مثلا كتاب سلمان رشدي آيات شيطانية، واللي خرج المجتمع المسلم بشكل غاضب. وأنا وقت أتعلم درس آخر، وهو أنه أحيانا، بل مو أحيانا، بشكل دائم الخروج بغضب يغطي على جانب التفكير العقلاني ليس من مصلحتنا. وخرجنا نعم نطالب بالاعتذار أو ما شابه، لكن لم ننتبه إلى أنه تزامن ذلك مع فتوى النظام الإيراني وقتها بإراقة الدم وبحل دم سلمان رشدي. فصرنا إحنا كمن هو يروج لي فهذه مرحلة تعلمنا منها شيء آخر. ثم بعد ذلك جاءت أحداث البوسنة ومذبحة سربرينيتسا وحرب البلقان، وأيضا مشاركتنا في هذه إما إعلاميا أو خيريا. فالقضية الأولى اللي دامت طوال التسعينات هي قضية الحصار على العراق، وهذه شاركت فيها منظمات عربية إسلامية خيرية إغاثية، بالإضافة إلى جمعيات طلابية كانت يعني متعاطفة مع الشعب العراقي الذي يعاني. في عام 1997 كان منعطف من خلال تأسيس الرابطة الإسلامية في بريطانيا، وأنا كنت واحد من المؤسسين. وكانت الفكرة هي بأنه الآن المجتمع العربي المسلم الذي كان في السابق يخدم من خلال جمعيات طلابية، الآن لم يعد هو مجتمع طلابي، ولم يعد مجتمع مهاجر بغرض العودة، صار مجتمع مقيم. ربما المرة الأولى التي رأيت فيها أنس كان طفلاً، لأن والده طال الله في عمره الدكتور أسامة التكريتي كان يمارس الطب في محيط منطقة سندرلاند التي كنت أدرس فيها البكالوريوس في السبعينيات. ثم انتقلوا بعد ذلك إلى الإمارات وعادوا فيما بعد. عرفت أنس جيداً عندما أسسنا الرابطة، وكان من اليوم الأول عندما أسسنا الرابطة الإسلامية، وكان من اليوم الأول أحد أهم العناصر فيها وترأسها عدة مرات، وعملنا معا منذ ذلك الوقت. فقضية الإعلام أنا باعتقادي هو جاء لي مبكرا، لكن بشكل رسمي أو بشكل خلنا نقول منهجي، الحقيقة أنا باعتقادي هو عقب حرب البلقان، لأنه كان مطلوب أنه نتكلم يعني أمام الإعلام، نفهم المواطن البريطاني إيش المشكلة. وأنا كنت من القليلين اللي يتكلمون اللغة الإنجليزية بشكل تلقائي. تجتمع في أنس مجموعة من الخصال الطيبة والمفيدة في مثل عملنا، فهو يتقن اللغتين العربية والإنجليزية إتقانا جيدا، قراءة وفهما ومحادثة. أنس لديه اطلاع جيد على الأوضاع السياسية في العالم وبالذات في المنطقة العربية والعالم الإسلامي، لديه حصيلة جيدة من العلم الشرعي ومن فهم التراث، وكل هذا مفيد لأنه نحن عملنا متنوع، نعمل في الإطار السياسي، نعمل في الإطار الاجتماعي، نعمل في الإطار التربوي. فكلما كان الشخص صاحب مواهب أكثر، كلما كان متعدد المواهب كلما كان أفضل. الأتراك كانوا يقفون ويقولون في عدد من المناطق يا جماعة الخير نحن خلاص كفانا، إحنا عندنا من المؤونة، عندنا من مما نحتاجه عندنا، لكن إخواننا السوريين ليس عندهم، فرجاء وجهوه إلى سوريا. طبعا بعد 2001 وأحداث 11/9 أصبح الأمر يعني في غاية الأهمية، أنه الآن نبدأ نتكلم كمسلمين. يعني نعم هناك من يتكلم عن اليسار مناهض للحرب وما شابه،
لكن الحديث عن بصوت المسلمين البريطانيين، لاحظ أنا عندي شخصية مركبة، أنا مسلم وأولا ويعني هو الأخير هو أهم حاجة، لكن أنا أيضا بريطاني مواطن بريطاني. في شهر 5 أو في شهر 4 من عام 2002 حصلت مذبحة جنين. قلنا هذا الأمر لا يمكن أن نسكت عنه، وينبغي أن ندعو الناس إلى الخروج والتظاهر. لأول مرة من 13 سنة دعونا المسلمين إلى الخروج والتظاهر، لأنه قبلها المسلمين خرجوا في سلمان رشدي وكانت تجربة فاشلة. أذكر أنه أنا واثنين من الأفاضل من الزملاء ذهبنا، طبعا وفق القواعد أنه نذهب إلى الشرطة ونطلب منهم رخصة للتظاهر. ففكرنا كم واحد، إحنا ما نعرف، ما عندنا سابقة، ما عندنا خبرة في الموضوع، فقلنا خلنا نخلي 5000 واحد. هذه المظاهرة خرج فيها 125,000 متظاهر، 125,000، حتى أنه الإعلام البريطاني غطاها بشكل، وأنا إلى الآن أذكر مجلة نيوزويك التي جعلت فردت صفحتين كاملتين فقط صورة المظاهرة، صورة من أبدع ما يمكن. وهذه لفتت أنظار بريطانيا ولكن حتى أكثر، ربما أوروبا، ربما حتى أمريكا، إلى أنه هذول المسلمين اللي موجودين في بريطانيا مش بسيطين. وبدأت الناس تتصل فينا والإعلام يتصل فينا، ومن هنا اليسار يعني استعجلوا جدا في أنه يأتون لنا ويقولون لازم نعمل شيء مع بعض، لازم نشتغل مع بعض. وجدوا بأنه هم عندهم الخبرة، لأنه طول حياتهم بيظاهروا، بيظاهروا 20 30 40 واحد، لكن إحنا عندنا البشر. لما نسمع بأنه في قضية العراق بدأنا للتحضير للمظاهرة الكبرى التي عقدت ليس فقط في بريطانيا، ما في كل أنحاء العالم، مظاهرة التنديد بالحرب على العراق، وشارك فيها حول العالم 34 مليون إنسان، ولكن في بريطانيا تحديدا أكبر مظاهرة إلى يومنا هذا، أكبر مظاهرة في تاريخ بريطانيا من بعد الحرب العالمية، خرج فيها 2 مليون إنسان يوم 15 شباط فبراير 2003. Birmingham, London, Bedford, Cumbria, London, from Banbury, Wallingborough, South London, Birmingham, from Bristol, man. The Muslim community basically is sending a very clear message to Mr. Blair that they, that he has to a very large extent lost their trust, lost their confidence. وكانت الحقيقة مظاهرة هزت المجتمع البريطاني، هزت الإعلام البريطاني، وهزت المنظومة السياسية البريطانية. هذه المظاهرة العظيمة الهائلة لكنها ما أقنعت الحكومة البريطانية أو ما دفعتها إلى أنه ترضخ لما يراه الناس، ما يريده الناس. إيش المشكلة؟ ما المشكلة؟ هي قضية بأنه إحنا بحاجة إلى مؤسسة لوبي، مؤسسة ضغط سياسي. فالشارع يضغط من جانب، لكن لازم في جهة داخل الأروقة، داخل الغرف، تكلم الناس وتخاطب عقولهم وتخاطب ضمائرهم وتحاول أن تغير من مواقفهم وسياساتهم وآرائهم حول قضية معينة. My name is Anas Altikriti. I'm the CEO and founder of the Cordoba Foundation. مؤسسة قرطبة فكرة هي نشأت من رحم الحراك الشعبي السياسي، ووجدت لأجل أن تشكل هذا الصوت الضاغط على صناع القرار في بريطانيا من خلال وسائل معينة، ومن أهمها الإعلام. Clearly marked. So those of you who can. منذ انطلاقة مؤسسة قرطبة وفي وقت قياسي تركت بصماتها، عرفها الناس وأصبحت لديها نشاطات مهمة والعين عليها. طبعا تراوحت حظوظها في أوقات لما كانت لنا علاقات جيدة مع الدولة هنا في بريطانيا، كانت قرطبة من المراجع التي تعتمد عليها الحكومة البريطانية في فهم بعض الأمور، استشارات، تعاون في قضايا معينة، وصل هذا أوجهه في الربيع العربي. Let's make no mistake about this, brothers and sisters. Those of us who have had, like myself, there is no democracy. Terrorism and violence is still rife. The drug trade is still booming. That is the state of affairs 10 years on. Free Tommy Robinson, they're all going to be there tomorrow.
That's what you need to know about what Trump represents. When our society, when our country is divided by petty politics, the last thing we need is Trump weighing in. The way that Trump governs. قرطبة أصبحت من أهم الجهات الضاغطة ليس فقط في بريطانيا إنما في أوروبا وكذلك في أمريكا. ويعني حينما أسأل إنه ما هو الدليل على ذلك، أقول بأنه إحنا في دول في العالم، دول قوية عادتنا واتهمتنا وهاجمتنا ومنعتنا نتيجة ما نقوم به. For me, Anas is a great ambassador, not just of Islam, not just of the compatibility between Islam and Britain and British values and British identity, but also the Arab world in general. And I've always been shocked at the animosity towards him. And I think the reason for that is that certain groups see him a threat. He challenges their prejudices, he challenges their narrative, and he gives a rational explanation as to where we should be. And I think from the fact that he's been excluded by government since 2010 to take an active role in dialogue, to be invited to government ministries to help explain, I think is grossly irresponsible, because we had someone there who could have actually really being a valuable person, helping to develop policies that reflect the reality, not this sort of nonsense that we get and the alienation of many of the communities, lack of social cohesion as a consequence. You know, we could be in a totally different place if there had been wisdom in government to listen to those who had something real to say. أنا في عدد من المرات قابلت رؤساء أمريكان. أنا جلست في بيت جو بايدن، قابلت أوباما أنا عدد من المرات. فيعني هذه لا تأتي عبثا ولا تأتي بين يوم، يعني مو أحد وجه لي دعوة هكذا والله قال تعال أنت يا أنس قابل فلان وعلان، إنما هذه تأتي نتيجة عمل جاد ومضني ومحاولات لأجل كسر حواجز هي موجودة لكن تحتاج أن تكسر من خلال أدوات معينة. وثم قبل ذلك وبعده، أنا باعتقادي بأنه إحنا قدمنا من خلال الدراسات والمنشورات ومن خلال التقارير ومن خلال اللقاءات، قدمنا حقائق كانت مغايرة لما قدمه الإعلام العام، وكانت تزعج الحكومات وعلى رأسها طبعا الحكومة البريطانية، ضغوطات على مستوى رؤساء الوزراء، على مستوى الحكومات، على مستوى تقارير أمنية، على مستوى مقالات تكتب في أبرز الصحف تذكرني أنا شخصيا وتذكر قرطبة. مؤسسة قرطبة ذكرت في قرارات مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة على أنها ضمن المؤسسات الإرهابية في العالم. ومع هذا أنا قلت إذا مؤسسة إرهابية تعالوا اقبضوا علي. I really worry about the way he is treated, and I think what it exposes is the lack of integrity, the lack of moral and justice in a moral sense and social sense in the country. That you can have someone, to my knowledge, since 2010, who has been excluded from the sort of level of engagement and dialogue that he should be involved in, has been totally excluded, and no one is held accountable. And, you know, I think the fact it could happen to Anas, it could happen to anyone. And it shows to me that there are elements in society who, for personal reason or opportunistic reasons, have more power than they should have. And that the whole process where we should be protected as individuals, where there should be accountability for this sort of misinformation, it doesn't seem to be there. إحنا مثلاً اشتهر عنا بأنه في يوم من الأيام البنك المصرف سكر حساباتنا. طبعاً لما يسكر حسابك يعني أنت ما تقدر تدفع راتب، ما تقدر تدفع فاتورة، ما تقدر أنت تستلم مساعدات أو اشتراكات. أنت مسوي دورة وفيها اشتراكات، المشترك لا يستطيع أن يدفع لك، هذه تمنعك من أنك تتحرك. والأمر الثاني أنه
البعض يظن أنه إذا تعامل معك فهو سيقع تحت نفس الطائل فيحجم. فرغم أنه إحنا عملنا ونشاطنا استمر، لكن لا شك أنه المحددات كانت في يعني كبيرة جدا وضخمة. أنا الحقيقة مرتاح إلى أن أنس ماشي في الطريق الذي أردته أن يمضي فيه. أولا لم يدخل في الطب ولا الهندسة، وإنما اختار الطريق الآخر. كان قد انحاز إلى العمل في الجانب السياسي الإسلامي، وكنت أرغب أن يكون عندنا من يستطيع أن يؤدي في هذا الدور، فالحمد لله هو نجح في ذلك نجاحا طيبا. لكن أعتقد هو إلى الآن الحمد لله وضعه طيب ومتوازن وأداؤه نافع، وأحمد الله سبحانه وتعالى. أنس حقيقة على المستوى الإنساني شخصية فريدة، لا تجد لديه أي مشكلة مع أحد، يعني عنده شفافية عالية، تواضع، يعني لا أتصور أن أحدا يتعرف على أنس ولا يحبه. أرى أنه يعني الحمد لله يعني قد حقق ما كنا نتمناه، والأمل في بقية الذراري أن يكونون على نفس الطريق لكي نكون منهم تيار ينقذ هذه الأمة من ما وقعت فيه من كوارث ومصائب. أصعب تحدي مع كل التحديات الأخرى، يعني أنا شخص ناشط سياسي وعندي إشكالات مع مختلف الجهات، لكن ليس عندي شك أنه أصعب تحدي وأقسى تحدي هو تحدي الأسرة والأولاد. أقسى تحدي، خاصة وإحنا عايشين في زمن في نوع من الضغط وتوجيه السهام بشكل مباشر للمسلمين تحديداً، في محاولة لأجل تميع هويتهم، في محاولة لأجل كسر المشاريع اللي هم يحملوها. يعني اليوم احنا أصبحنا في عالم للأسف الشديد لا يسمح للإنسان حتى أنه يؤمن إيمان أنه مثلا فلسطين فلسطيني، لا أحد، يعني مجرد السماح لهذا يعني أصبح من العسير. اليوم التحدي هو تحدي هوية، تحدي فكر، تحدي الذي يعني قاتل لأجله والدي معي أنا وإخوتي في أنه يفهمنا بأن الإسلام مشروع،